اليونانيون القدماء كانوا أول مين ابتدع كلمة الديمقراطية، وهي عبارة عن كلمتين، ديموس يعني الشعب وكراتوس يعني السلطة. كرت الأيام لو وصلنا لأيامنا الحلوة هيدي، وابتدعنا بلبنان كلمة التوافقية وهي عبارة عن كلمتين، تفوسوس وقيوس. فرق بسيط، الديمقراطية يعني حكم الشعب لنفسه، والتوافقية يعني كل واحد من الشعب حاكم نفسه. من زمان زارنا رئيس البنك الدولي جيمس ويلفنسون وقال انه لبنان سفينة مفخوتة، ومن يومها كل يوم عم نغرق شوي. اللي مخلينا على قيد الحياة انه في ناس كتير عم ينطوا من السفينة، اما اللي باقيين باقيين بس لانه ما بيعرفوا يسبحوا وقاعدين عم بدقوا على الخشب. هذا رأيي، فكر فيه.